مزودين بمختلف أنواع الأسلحة يخوضون معركتهم ضد عمال محل تجاري وسط صنعاء، مستخدمين الرصاص الحي والضرب بالهراوات. يتم أخذ جميع العاملين في مركز العاصمة مول، ومن يذهب منهم إلى سطح المبنى تلاحقه قوات يبدو أنه تم تدريبها جيدا على تسلق جدران المنازل. يقول شهود عيان إن المهاجمين الذين ارتدوا أزياء أصبحت تميز ميليشيات الحوثي أتوا بحجة أن المحل لم يسدد رسوم لوحة إعلامية ولم يدفع لهم مبالغ مالية طلبوها منه، رغم ركود حركة البيع والشراء هذه الأيام. هذه ليست القضية الأولى التي تحدث في شوارع العاصمة، فقبل أيام فقط كانت عصابة أخرى لذات الأسباب تحمل ذات البنادق وترتدي ذات الثياب تداهم محلا تجاريا، لكنها اختارت أن يتم ذلك في الداخل، وهي الآن تخرج معاركها مع المواطنين وتمارسها تحت ضوء الشمس. ولكي يرى الجميع ما يمكن للميليشيا أن تصنع بهم لو قالوا كلمة واحدة أو رفضوا طلبا وحيدا أو حتى فكروا أن ما يتعرضون له ظلم وعدوان.